هذه الثورة لم يحرك أحد ساكنا فيها لكي يضع خطط مستقبلية لهذا الشعب. أقول للدكتور أن في كلامه تضارب بين أن الشعب شخصية تونسية، شخصية استسلامية في نهاية الأمر، أيضا عندنا الشخصية الإسلامية والشخصية العربية. أقدر أن أجزم أنه لا علاقة بينهما. الشخصية العربية المسيحية مختلفة تمام الاختلاف عن الشخصية العربية الإسلامية. مشاهدي ساحل تي في، مرحبا بكم في القلعة الكبيرة، تحديدا في يوم احتفال جمعية دروب للثقافة والتنمية بالقلعة الكبرى بكتاب الشخصية التونسية في هذه الندوة اللي قدمها الدكتور منصف والناس، وترأس الجلسة الدكتور محمد بوهلال أستاذ الحضارة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. كان معنا اليوم أيضا الناشر الدار المتوسطية للنشر الأستاذ عماد الزيلي اللي شرفنا بحضوره الحقيقة، واللي كانت أمسية أدبية بأتم معنى الكلمة باش تتبعوا معنا أجمل لحظات هذه الندوة وتتعرفوا على ملامح الشخصية التونسية. شكرا للأستاذ سفيان المفرش رئيس جمعية دروب للثقافة والتنمية بالقلعة الكبرى، شكرا لهذه الجمعية الفتية ولكن النشطة و المتألقة والمشعة دائما على استضافة هذا الجمع الكريم وعلى تنظيم هذه الندوة المفيدة. مرحبا بالسيدات والسادة الحضور، مرحبا بكم، مساء الخير. يسعدني في هذه الأمسية الصيفية الدافئة أن أرحب بالأستاذ الدكتور سي منصف والناس الذي هو ضيفنا في هذه الأمسية، وهو محط نظرنا وموضع تفكيرنا. الكتاب هو دعوة صريحة إلى أن نفهم أنفسنا ونجيب على السؤال الأساسي، يعني لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه في 2009. وأنا قلت في الكتاب وهذا مكتوب أن هذه الشخصية لم يعد ممكنا أن تستمر، عليها أن تغير. ولا أعتبر ولم أقل في الكتاب بأن الشخصية التونسية هي شر مطلق ولا خير محض. الشخصية التونسية فيها ما هو إيجابي وفيها ما هو غير إيجابي ككل الشخصيات في العالم، ولكن لماذا هي شخصية سكونية؟ لماذا لا نقوم في تونس بما قامت به شعوب أمريكا اللاتينية؟ لماذا لم نعرف تغيرا نوعيا كالذي عرفه البرتغال وعرفته إسبانيا؟ هذا جوهر السؤال بالأساس. ولذلك ثم نقاط إيجابية يجب أن نطورها. التونسي يجيد التفاوض وقادر أن يتجاوز الأزمات بالتفاوض، وواحدة من مساهمات بورقيبة في هذا السياق هو تدعيم هذه الروح التفاوضية. وبورقيبة كان صاحب مشروع مهم، قضية الخطوة خطوة، قضية خطوة طالب، كلها في إطار فن التفاوض. ولكن هو مرض منذ 69 فتعطل مشروعه وظهرت مراكز القوى والضغط التلفزيوني، ولهذا لم يحصل استثمار في بناء العقل الشاب في تونس،
ولا في إنجاح السياسة التربوية والثقافية ولا في إيجاد إعلام قوي من المقابلات، ولكن أيضا من الإحصائيات. فيه دراسة شملت مجموعة من ولايات تونس فيها أكثر من 500 فرد. طبعا الكتاب أنجز على حسابي الخاص، يعني هذا ما اقتدرت على إنجازه. الآن كيف نحلل، كيف نعيد البناء؟ لابد من مشروع ثقافي وحضاري لا أكاد أراه بعد 2011، هذه مشكلة فورة. دون مشروع ثقافي وفكري وحضاري، وهذه مشكلة، ولهذا لم يحصل تغيير حقيقي. أنا لم أرى تغييراً، لم أرى تغييراً بعد 2011. السيدة سألت وخرجت، لم أرى تغييراً بعد 2011، وهذه مشكلة. بعد هذه الرجة الكبيرة، هذا الزلزال المجتمعي، ما رأيت تغيير. أنا مثلاً شاهد على الجامعة التونسية التي أنتمي إليها من سنوات طويلة تونسيتنا، الدليل هي الاعتدالية والوسطية، القبول بالتفاوض، رغم مسائل أخرى فيها مشاكل، روح الغنيمة، روح المحسوبية الجهوية إلى ذلك. ولكن اليوم بعد 6 سنوات من انتفاضة، الكتاب هذا الميزة متاعه أنه يهم كل تونسي، يهم 10 ملايين التوانسة اللي يعيشوا في البلاد هذه، ويهمهم علاش؟ لأنه كما قلت قبليك باش يفهموا رواحهم، شكون هما بالضبط، كيفاش ولاو هكايا، علاش هكايا، علاش يتصرفوا هكايا، اي سورتو باش يفهموا الاخر شحوالو وعلاش يتصرف هكايا زادا. الندوة الحق، انا شاركنا في العديد من الندوات انا والدكتور، والندوة هذه فاجأتني بالحضور الكثيف. الحق ما تصورتش انه في القلعة لازم يكون الحضور الكثيف هذايا، فتحية للمنظمين لانه اكيد عملوا مجهودات كبيرة، وتحية لكل المشاركين لهنا اللي جاوا وقدموا حقيقة يعني مستوى معناتها ملحوظ من التدخلات الراقية والتدخلات الرشيقة. فشكرا مرة اخرى ويعطيكم الصحة، وان شاء الله كل ما تدعونا بحول الله نكونوا لهنا معكم وبحذاكم. جيت ضيف على الندوة العلمية هذه اللي تنظمها جمعية دروب للثقافة والتنمية بالقلعة الكبرى، في خصوص معناها الكتاب القيم هذا، الشخصية التونسية، لألف الدكتور المصف والناس. بصراحة معناها الكتاب معناها القيمة متاعه تجلات في دراسة تحليلية قيمة للشخصية التونسية في كافة معناها أبعادها، أبعاد الشخصية. تناول دكتور يعني أبعاد الشخصية هذه من حيث فترة ما قبل الثورة وفترة ما بعد الثورة. على ما لاحظه الدكتور أنه مثماش تغيير كبير، لكن ثم تفاؤل، تحس ثم تفاؤل من الدكتور ومن الحاضرين أنه الشخصية التونسية قاعدة تتغير تدريجيا نحو الأفضل بالوعي والوعي وما أدراك ما الوعي اللي هو نفتقدوه معناه، وإن شاء الله يعني معناها يكون الكتاب هذا يعني بادرة طيبة ويكون معناها إضافة قيمة في المجال البحثي الأكاديمي الجامعي. وشكراً.